الآن ينضم معنا من بغداد مراسلنا علي عبد الكريم. مرحبا بك علي، إذا كنت تسمعني بداية، ما هي الإجراءات المتبعة في العاصمة بغداد؟ الفرق ما بين الرصافة والكرخ، كذلك نسبة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، تفضل. مرحبا بك زميلي وبكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية. نحو التجديد الأمني تتجه الأمور في العاصمة بغداد، خاصة بعد تسجيل 38 حالة جديدة اليوم، في 38 حالة جديدة في عموم البلاد، منها 10 في بغداد. رغم كل هذا التصاعد، إلا أن سكان العاصمة بغداد وخاصة المناطق الشعبية غير ملتزمين بقرار الحظر، كما تشاهد أنا الآن واقف في أحد المناطق الشعبية في العاصمة، حركة طبيعية في الشارع، ولا كأنما يوجد حظر ولا كأنما أيضا يوجد مرض. تحدثنا مع المواطنين المتواجدين هنا وتحدثنا معهم لماذا هم في الشارع. هذا واضح علي جدا من أمام الكاميرا التي نشاهدها معك، لكن بالتالي إذا كنت تسمعني علي، بالتالي الإجراءات الأمنية أو إجراءات الدولة وكذلك إجراءات وزارة الصحة، ماذا تفعل حينما تشاهد هكذا حالة كما نشاهدها الآن في هذا البث الحي؟ يعني تحاول فض هذه التجمعات بالقوة، لكن بعد ذهابهم بعد ذهاب القوات الأمنية تعود مرة ثانية الناس إلى الشوارع. للحديث أكثر عن هذا الموضوع سنتحدث مع أحد المواطنين اللي موجودين ويانا من سكان هذه المنطقة. السلام عليكم. عليكم السلام غالي. فرض حظر للتجوال، بس انتم اليوم كاسرين هذا الحظر. الحظر تجوال صحيح، احنا باقين ببيوتنا، بس نريد شيء يوفروا للمنطقة، أو من ناحية الكهرباء، من ناحية الغذائية، من ناحية المخضر، القصاب، أي محل هو لازم يستوجب إلى كل الأنواع. يعني هو أكو كم محل مستثنى، يعني مثلا أبو المخضر. إيه موجود، موجود قصاب، موجود مسموح لهم. طيب هاي الحركة اللي بالشارع اليوم، هاي الحركة القوات الأمنية، القوات الأمنية بحدها ما تقدر تسوي شيء، لازم المواطنين يكونون وياهم لازم يعاونون مساعدة لهم. بس بالنسبة اللي قلنا لك على مود المحلات، يعني أنا لسه عندي محل مأجر، أنا قاعد أجار مثلا 250 مني، اريد عندي محل وأنا معزل وقاعد ببيتي، منين آكل أنا؟ منين أشرب؟ زين هذا محلي عمل مولد 250 والبيت رادها ب 100، يقول المجموع 350. زين هذا اللي عندي أجار ويريد مال المولدة ويريد مصرف البيت، زين أنا لو جابني بالسجن أنا شو أسوي له؟ من العلاج؟ علاج وين؟ على المروح. طيب شنو اليوم بتطالبون؟ طالبون نطالبون طالب حقوقنا، توفير راتب مثلا، راتب الحصه التومينيه. الحصه التومينيه اي هي هاي، اكو حصه تومينيه جت وزعت لنا المرجعيه وزعت لنا المرجع سيد علي السيستاني، غير بالنسبه الحكومه ما جابوا كل شيء، ما جابت كل شيء ابد ابد ابد، ماكو شيء. لا بس المرجعيه والمنطقه الاهليه يا عم تبرعوا للمرجعيه، والمرجعيه وفرت لهم. طيب شكرا جزيلا. يا اجواس السلام عليكم. نعم علي، علي الاحظ ان الناس يقولون ان المرجعيه هي الاخرى من وجهت بالالتزام بقرارات القوات الامنيه وكذلك قرارات خليه الازمه، لماذا لا يلتزم فيها الناس؟ ماذا عن الاطفال الموجودين خلفك ايضا؟ هل هم بحاجه الى التسوق؟ يعني يبدو ان حاله الانفلات من الاجراءات الصحيه مختلفة ما بين الرصافة والكرخ، ما سر هذا الاختلاف؟ لماذا هنا التزام وهناك عدم التزام وانضباط؟ الانفلات واضح جدا، حتى المواطنين هنا في هذه المناطق وفي أغلب المناطق الشعبية لا يرتدون حتى الكمامات ولا القفازات، كل هذه الأشياء لا يلتزمون بها. يعني حاولنا نتحدث وياهم بخصوص هذا الموضوع، قالوا أن الحالة المعيشية هنا فقيرة وأسعار الكمامات غالية، كما طالبوا الجهات الحكومية والجهات الصحية بتوفير الكمامات لهم وتوفير القفازات وتوفير الظروف المناسبة. أيضا طالبوا القوات الأمنية وخلية الأزمة لوجودهم بهذه المنطقة من أجل الوجود وعملية تعفير لهذه المنطقة، لأنها تفتقر للكثير، المناطق الشعبية اليوم تفتقر للكثير من هذه الأمور، بينما المناطق الأخرى والمناطق الرئيسية مثلا الكرادة، المنصور، المناطق التي تقع في قلب العاصمة بغداد اليوم هي خالية من السكان. لكن أغلب المناطق السكنية في العاصمة بغداد أو أغلب المناطق الشعبية في العاصمة بغداد غير ملتزمة بالحظر. نتحدث مع مواطن آخر. السلام عليكم. زين حجي، ذكرت المرجعية قبل قليل. إيه؟ المرجعية من جهتها للأهالي، الأهالي هي تبرعت لهم. المرجعية قالت يجب على الأهالي ويجب على الأسبوع أخذنا أسبوع لخم يعطونا.
طلبوا من الاهالي بعدم الخروج من المنازل والارتفاع الارشادات. صحيح. بس اليوم ما بس شنو كمامات من تجي على الصيدلي يقول لك انا ما عندي متوفر، من تجي يقول لك بيع لي بيع، يقول لك هالسعر هالقد. يا ابا شنو السالفه؟ ابو الصيدليه ما عنده، المرمد ما عنده، العلم ما تروح. يعني من هاي ما مفريه مال كمامات او كفوف، واحد مفرها. منطقه شعبيه انتبه لك، منطقه شعبيه يعني كل شيء، يعني اخي استاذ شوف العالم هي ممنوعه من حقه، يعني الجيش العراقي. طيب اتضحت الصوره علي، اذا كنت تسمعني. واجبكم، واجبكم كمواطنين. نعم زميلي، بس خلينا نسال المواطنين. نعم مو باختصار لو سمحت. ايضا واجبكم انه انتم تقفون مع القوات الامنيه. طبعا هم القوات، بس اليوم كمواطنين ما عندكم التزام ويا القوات الامنيه. الاطفال، الاطفال مسؤوليه الجميع. مسؤوليه ولي الامر هو اللي ما يخليهم يطلعون بالشارع. مو هم شنو؟ ما هي منطقه شعبيه هاي. يعني هاي ما بها التزام، يعني مو حتى لو الاب يقول للابن لا تطلع، هذا يعني ما نفس الشيء، ما ينفذ، ما ينفذ. ايه يعني هي منطقة شعبية، يعني حركتها مستمرة. يا سلام تجي بشهر رمضان. الحكومة ما عليهم. لا شنو مشكلة الحكومة يعني بسرعة؟ لأن ما عندنا وقت. شنو مشكلة الحكومة؟ من نطت حبر تجوال، وهاي العالم قاعدة على طالب طالة، زين يقول المخازن متروسة عندنا غذائية، خلي يجون يطلون العالم ما ثلاث أشهر أربعة أشهر. زين من فتحه والغذائيه والقصاب والفرن، زين شلون شلون عالم يعني شلون؟ طيب علي زين اتضحت الصوره يا علي، وكنت اود لو كان هناك المزيد من الوقت لاستمر بالحديث معك. نعم علي عبد الكريم مراسلنا من العاصمه بغداد، شكرا جزيلا.